اروحك الرياض 2 الذين يتآمرون على الشعب السوري المدينة. نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض، ليس أصحاب الفنادق، هم أصحاب أرض. نحن أهل سوريا ونحن ندافع عن سوريا. تنصبون منصات موسكو لكي تقتلنا وتقطعنا إربا. بإذن الله، بإذن الله صامدون، بإذن الله صامدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى المؤتمرين في الرياض 2، أولا عليكم التمسك بمبادئ الثورة، ثورة الكرامة، وأساسها عدم قبول وجود الطاغية بشار في أي مرحلة كانت ولو لدقيقة واحدة. ثانيا التوسعة لم تأخذ بعين الاعتبار الداخل، رغم أن التوسعة كانت بالأساس لضم الفعاليات الثورية في الداخل، ولم تضم أي ممثل عن فعاليات المجتمع المدني في محافظة درعا خاصة. ثالثا رفض منصتي موسكو والقاهرة، وذلك بسبب العدوان الغاشم والحمم التي يلقيها الروس على أهلنا في الغوطة، والتي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وبسبب مواقف روسيا ومصر العدائية للشعب السوري في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية كافة، والفيتو 11 ضد الشعب السوري الذي يعد سابقة خطيرة على النظام الدولي العالمي، على النظام الدولي العالمي. رابعاً دعوة الأمم المتحدة لإبطال الفيتو الروسي، واعتبار الروس طرفاً أساسياً في قتل الشعب السوري وتهجيره، وإنها لثورة حتى النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غوطة احنا معك للموت، يا غوطة احنا معك للموت، وسحقا لكل المؤامرات التي تحاك ضد أبناء الشعب السوري في منصات الخارج. إلى المؤتمرين في الرياض عليكم التمسك بثوابت الثورة أو لا تعودوا إلى هذه الأرض. اليوم وقفنا وقفة احتجاج على قبول منصة موسكو في مؤتمر الرياض 2، لأننا لا نقبل أن تكون هذه المنصة التي تمثل نظام الطاغية، نظام المجرم قدر جميل، أحد أركان النظام المجرم، وروسيا دولة مجرمة قاتلة لا نقبل رعايتها لأي حل. نحن لا نقبل مؤتمر أستانا ولا سوتشي لأن روسيا دولة قاتلة، وندعو المجتمع الدولي أيضا لإبطال هذا الفيتو الروسي القاتل الذي استخدم 11 مرة ضد شعبنا، واعتبار روسيا دولة مجرمة قاتلة شريك بقتل السوريين وتهجيرهم ودمار بلادهم، وأننا منتصرون بإذن الله.